اوكي السلام عليكم خوتي وخواتاتي ديالي، مرحبا بكم في فيديو جديد، مرحبا بكم في القناه ديالكم. وصل الحلقه الا كنتي اول مره كتفرج فينا وبغيتي تنضم العائله ديالنا وبغيتي تستافد في مجال الحلقه فمرحبا بكم. ماتنساش دير لنا واحد زر لايك للفيديو كتشجيع، وما تنساش تضغط على زر الاشتراك وفعل زر الجرس باش يوصلوا كاع النوتيفيكاسيون فين ما درنا شي فيديو جديد ان شاء الله. المهم الاخوان شكرا لكم بزاف على الدعم ديالكم، شكرا بزاف 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 على الدعم ديالكم. اليوم ان شاء الله جبت لكم واحد الفيديو اللي هو زوين بزاف اللي غادي يقدروا يستافدوا منه الاغلبيه ديال الدراري ان شاء الله، حيت قدرت انني يعني حاولت انني نبسط لكم الماكسيموم، يعني بغيت نبسط لكم يعني ابسط طريقه باش تقدر انك يعني ديغرادي ولا تهرز داك الخط اللي كيبقى، يعني الطريقه البسيطه هي اللي جبت لكم اليوم ان شاء الله، وان شاء الله غادي تستافدوا من هذا الفيديو هذا، يعني اي واحد دخل هذا الفيديو هذا غادي يستافد منه بزاف ان شاء الله وغادي يتعلم منه بزاف ديال الحوايج. النصيحه اللي نقدر نقدمها لكم هو انكم تفرجوا في هذا الفيديو حتى الاخر، حيت هذا الفيديو هذا يعني يقدر يوفر لك بزاف ديال المعلومات وما تخسر والو فيه 9 دقائق اللي فيه، ولا تفرج فيها في عوض ما تفرج في شي حاجه واحده اخرى اللي تضيع فيها الوقت. مادام انت يعني مهتم ودخلتي يعني لهذا القناه ودخلتي لهذا الفيديو هذا، اذا انت مهتم بمجال الحلاقه فما تضيعش هذه الفرصه وتفرج الفيديو كامل، وان شاء الله غادي تستافدوا منه ان شاء الله يا ربي غتستافدوا منه. واي واحد يعني عنده شي تساؤل ولا شي حاجه ما فهمهاش خليها لي في لي كومونتير، راه كنجاوب كلشي ان شاء الله. سو الاخوان غادي نبداو، نحاولوا اننا نبداو ب 0.5 هذه المره، ما غاديش نديرو صيرو يعني بواحد الطريقه يعني بسيطه ان شاء الله، ندير لكم واحد الطريقه سهله باش تقدروا تخلصوا يعني من الخطوط. يعني كما كتشوفوا معايا يعني الطريقه العاديه اللي تتبدا بها، تحاول انك تبدا بها دير واحد السنط ب 0.5 يعني بهذه الطريقه هذه، ديما خطفوا الطوندوز شويه باش ما يبقاش لكم يعني داك الخط يعني موت تما ما يبغيش يتحيد، ملي كتخطف الطوندوز ما تيبقاش داك الخط يعني لاصق كتقيسو تيتحيد. حاول انك تمشي مع الراس كامل يعني من الاسفل يعني تمشي معاه يعني ويكون داك الشيء عبار، وحاول تبقى تشوف المرايا اللور باش انه يعطيك العبار الصحيح باش ما ديرش شي خطا. وثاني حاجه الاخوان هو اننا غادي نحاولوا اننا يعني نركبوا الواحد ولا الان، ونحاولوا نديروا به واحد السميطه فوق 0.5 ولا 0.5، نطلعوا يعني واحد شويه ما نطلعوش بزاف يعني بهذه الطريقه هذه كما كتشوفوا معايا، وغادي يبقى لنا واحد الخط خفيف تما بزاف، مع العلم اننا درنا يعني 0.5 لتحت ودرنا الواحد من الفوق، واخا هكا كيبقى خط تما، وداك الخط هو اللي تيلقى مع الاغلبيه يعني المشكل باش يقدر انه يحيدو. يعني غادي تشوفوا معايا واحد الطريقه بسيطه تقدروا انكم تخلصوا من داك الخط يعني بطريقه سهله بزاف بزاف. كما كتشوفوا معايا الاخوان نحاولوا اننا نمشيو بالواحد يعني مع الراس كامل، يعني نجيبوا دوره كامله بالاه ونفينيوه مزيان، ضروري الفينيسيون يعني حك وعاود باش ما يبقاش لك يعني الشعر تما. ونفس الشيء غادي نديرو يعني مع الجهه الاخرى. دابا غادي نحاولوا اننا نديرو 0.5 ونوقفوا الطوندوز كما كتشوفوا معايا، يعني نخدموا بواحد الطريقه واقفه، الطوندوز تكون واقفه كما كتشوفوا معايا كيفاش كنتعامل انا مع الطوندوز، وغيبان لك الخط كيتحيد بواحد الطريقه يعني سهله وبسيطه كما كتشوفوا معايا، يعني الخط ما بقاش كيبان هو الخط ديالنا مشى، يعني طريقه سهله بزاف كما كتشوفوا معايا، يعني ابسط طريقه تقدر تستعملها هي الطريقه هذه كما كتشوفوا، يعني ما بقاش الخط نهائيا كيبان، والديغرادي ديالنا يعني بدات كتبان باللي راها مديغراديه. وغتمشي مع الراس كامل يعني كما العاده، تمشي مع الراس كامل ديك الطريقه، ردوا البال الطوندوز كيفاش يعني كنتعامل معها، يعني ما كنخشيهاش في الشعر وكنوقفها وكنضرب ضربه ونزيد نضرب ضربه ونزيد باش ما يبقاش يعني الخط يبان، نحيد غير داك الخط اللي ضيجا كان كما كتشوفوا معايا، يعني تفينات لينا ديغرادي ديالنا. دابا نحاولوا اننا نديروا يعني جوج، ولكن ماشي جوج كبيره، جوج صغيره. اللي ما عندوش جوج صغيره الاخوان يعني يحاول انه يشريها، حيت كتلعب دور كبير خصوصا الا كنتي كتخدم بالماكينه الوال، حيت المشاطي ديال الوال كيكونوا كبار، يعني كيكون الفرق ما بيناتهم، خصك دائما يعني جوج صغيره كما كتشوفوا معايا، يعني جوج صغيره ما كبيراش بزاف. نحاولوا اننا نديروا بها سميطه من الفوق كما كتشوفوا معايا، نمشيو مع الراس كامل يعني بطريقه سهله وبسيطه، ما تلقاش فيها غرام ديال المشكل، تبع غير هادشي يعني خطوه بخطوه
انا متاكد 100% انك غتوصل لنتيجه مزيان، 100% غادي توصل لشي نتيجه اللي هي مزيانه ان شاء الله. وهاد البارتي غادي نخليوها نخدمها مشطا ومقص، يعني ما غاديش نطلعوا الطوندوز حتى الفوق، نخليو ديك لابارتي نخدمها مشطا ومقص باش تجي التحسينه ديالنا مديغراديه ومفينيا. دابا يعني هاد الخط هذا اللي تيلقى فيه اغلبيه المشكل، كيشوف هاد الخط يعني كيدوخ كيقول واه كي غندير نحيد هاد الخط هذا، غادي دير الواحد ونص وغتحاول انك توقف الطوندوز وتمشي معاه كامل، وغادي يمشي يعني بواحد الطريقه بسيطه كما كتشوفوا معايا. يعني ما درت شيء مستحيل، يعني داك الشيء اللي درتو يعني كلكم شفتوه معايا، يعني ما كاينش شي حاجه مستحيله كما كتشوفوا معايا. الخط ديالنا بدا كيمشي يعني بواحد الطريقه سهله وبسيطه، وديغرادي كتفينا ما كاينش مشكل نهائيا، يعني ما لقيتش معاه مشكل مع هذا الخط هذا، مع العلم ان هذا الخط اللي تيلقى معاه الاغلبيه يعني مشكل باش يحيدو. غير ما تنعسوش الطوندوز، راه الا نعستي الطوندوز راه غادي تحيد لك الخط، ولكن غيخرج خط فوقه، وهاد القضيه كنركز عليها بزاف. بحال دابا هنا هبط لتحت وخا الناس الطوندوز ماشي مشكل، مي فوق الخط دائما يعني الطوندوز واقفه كما كتشوفوا معايا. الديغرادي ديالنا بدات كتفينا، اما الا نعسي الطوندوز ما غاديش يبقى لك الخط نهائيا، ولكن الا ما نعسياش غادي تحيد لك داك الخط وغيخرج لك خط فوقو عاوتاني، غادي تبقى تابع وتمشي عندو تبغي تحيدو يخرج لك عاوتاني خط فوق حتى تلقى راسك وصلتي لافخونج. ونحاول اننا نفينيو يعني شي بلايص اللي يكونوا باقين يعني خاصهم يتفينو مزيان، نحاول اننا نحكم بالام ب 1.4 1.5، يعني نلعب بالقيد ديال الطوندوز، يعني كما كنقولوا عينك ميزانك. شي بلاصه ما تحيدتش ب 0.5 دير لها 0.4 وغادي تحايد كما كتشوفوا معايا، ونمشي مع الراس كامل. هي الديغرادي ديالنا بدات كتفينا، يعني بقى لنا واحد لابارتي بسيطه نخدمها مشطا ومقص. الديغرادي ديالنا غادي تكون هي هذيك، يعني ما كايناش شي صعوبه نهائيا، غير المراحل، تبعوا المراحل وعرفوا كيفاش تخدموا الطوندوز وغتوصلوا لنتيجه واعره. هي الديغرادي ديالنا بدات كتبان نهائيا، ما كاينش يعني مشكل، مع العلم ان حتى الدري يعني اللي كنحس ليه، يعني الدري حتى هو يعني داير الحلقه كيتعلم الحلقه، كنشرح ليه وكنحس ليه وكنشرح ليه كما كتشوفوا معايا، يعني غتستافدوا بزاف يعني من هذا الفيديو ان شاء الله. حاولوا ان الطوندوز ديالي واقف ديما كما العاده توقف لي الطوندوز، وحاولوا انكم تحضيو يعني اللور، شوفوا في المرايه للور، حيت هي اللي كتعطيك العبار الصحيح دائما. شوف المرايه اللور هي اللي غادي تعطيك الديغرادي ديالك من اللور واش مفينيا ولا ما مفينياش. ودابا نحاولوا اننا نفزقوا يعني لافخون شويه بالماء، وديما ملي تبغيو تفزقوا الاخوان لافخونش حاولوا انكم تهزوا مشطه في يديكم وتفزقوا وتمشطوا باش تسرح لكم الزغبه، والما كيدخل في الزغب كيفزق كامل الزغب ديالو كيسهل عليكم في الخدمه ديالو. دابا غادي نحاول انني نخدم يعني مشطه ومقص نفيني ديك لابارتي اللي بقات ليا بواحد الطريقه سهله وبسيطه كما كتشوفوا معايا. نحاول نمشي معها جنب ونبقى غادي معها دقه دقه حتى نفينيها. راه كما كتشوفوا معايا هي بدات كتفين يعني البلاصه ديالنا. تحاول انك يعني خدمت بعض المشطة كبيره، غيبقى لي واحد الخط بسيط تما، نحاول انني ندير شي مشطة رق منها ونخدم بها، وغادي تفينا لي داك الخط وما غاديش يبقى لي مشكل نهائيا، مع العلم ان الكليان ديالنا ما بغاش ينقص يعني لافخونش من الفوق نهائيا، ما بغاش ينقصها. وبطبيعه الحال يعني غتحترم الرغبه ديال الزبون ديالك، وغتحاول انك يعني الديغرادي ليه الجناب فقط، يعني باش تجي التحسينه يعني متناسقة مع بعضياتها كما كتشوفوا معايا، يعني نفس الشيء من الجهة الأخرى نفس الطريقة، حيت هاد لاكوب يعني خصها ديكرادا من جوج ديال الجهات، حيت الشعر غيجي يعني لقدام، يعني غادي يكونوا فيها جوج ديكوب، بغا يمشط شعرو لقدام بغا يمشطو يعني جنب كما كتشوفوا. هي التحسينة ديالنا التفينات ما بقاش فيها يعني مشكل نهائيا. نحاولوا أننا نديرو التوردوراي يعني بطريقة بسيطة. الفيديو ديال التوردوراي راه كاين فلاشين، اللي باقي ما شافوش يحاول أنه يدخل يشوفه باش يستفد منه ان شاء الله. وهادشي اللي كاين اخوتي في هاد الفيديو هادي، نتمنى انكم تكونوا استفدتوا منه ان شاء الله، ونتشوفوا ان شاء الله في الفيديو الجاي. كان معكم زكريا من قناة مهووس الحلقة، تهلاو ليا فراسكم بزاف.